السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من مفاتيح الإعراب. يعني نتكلم أو نتناول في هذه الحلقات بعض من الأشياء التي تساعدنا على الإعراب، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنال هذه الحلقة أو هذه السلسلة إعجاب حضراتكم. أول شيء، أو يعني الحلقة الثانية، نقول لن نافية للجنس. لن نافية للجنس تعمل عمل إن كما تعلمون، فتنصب اسمها وترفع خبرها. فلن نافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها. مثال على ذلك: لا مهملة محبوب. فهنا وكأن هنا ديت يعني بنسموها لا نافية للجنس، ومهملة اسم لا نافية للجنس، اسم لا نافية للجنس منصوب طبعا وهي بتعمل عمل، ومحبوب خبر مرفوع. طيب بيقول لي في حاجة اسمها لام الجحود. لام الجحود يعني ايه؟ لام الجحود ديت اولا جحود يعني الانكار او النفي. اللام ديت بتكون مسبوقة بكون منفي، يعني يسبقها نفي ويعني ما كان وهكذا، تتصل بالفعل المضارع. هي باللام الجحود بتيجي مع الفعل المضارع، بتعمل فيه ايه؟ بتنصبه، بيكون منصوب بأن المقدرة، وتسبق كما قلنا بنفي ومثل ما كان أو لم يكن، يعني ما كان لم يكن. والجحود قلنا تعني النفي والإنكار، واللام تؤكد النفي. لام الجحود بتكون حرف جر وزائد بيجي بعدها إن المضمرة وزائد الفعل المنصوب في تأويل مصدر في محل جر اسم مجرور متعلقان بخبر كان المحذوف. ناخد مثال عشان نبين الكلام دوت. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هناخد كلمة بقى ليعذبهم. اللام دي بنسميها لام إيه؟ قلنا اسمها لام الجحود. يعذب فعل مضارع، ليعذب يبقى هنا لازم نحط ايه؟ فتحة هنا. طيب يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، في أن هنا ما كان الله أن يعذبهم، يعني مضمرة بعد ايه؟ لام الجحود، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعذب هو، والهاء فهم ديت ضمير مبني في محل نصب مفعول به، هم ديت ليعذبهم، والميم طبعا ديت علامة الجمع الميم، لكن الهاء ديت ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب نيجي إلى أن المضمرة هنا والفعل، أن المضمرة والفعل يعذبهم في تأويل مصدر تقديره تعذيبهم أو عذابهم في محل جر بحرف الجر، لام الجحود، يعني لام الجحود دي بتجر هنا ولام والمصدر، والجر والمجرور متعلقان بخبر كان المحذوف، يعني خبر كان محذوف المقدر بكلمة مريدا والتقدير وما كان الله مريدا، يبقى الخبر كان هنا ايه؟ محذوف لعذابهم أو لتعذيبهم وأنت فيهم. أمثلة أخرى على لام الجحود: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وأيضا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يبقى هنا عندنا ما كان فما كانوا، كون منفي بيسبق الايه؟ لام الجحود اللي بتتصل بالفعل الايه؟ المضارع. وشرحنا لام الجحود. نذهب إلى مسألة أخرى من مفاتيح الإعراب. بيقول لي: أي اسم بعد بخاصة يعرب مبتدأ، يعني وبخاصة شبه جملة. نقول أي اسم بعد بخاصة: أحترم كل الأنبياء وبخاصة محمد. يبقى كلمة محمد هنا مبتدأ مؤخر، أتى بعد بخاصة، وبخاصة شبه جملة إيه؟ ها شبه جملة طبعا هنا. طيب نيجي: أي اسم بعد هنا وهناك وثمت يعرب مبتدأ،
أي اسم يجي بعد هنا، هنا كذا، هناك كذا، ثمة كذا، يعرب إيه؟ مبتدأ. يعني هنا الإسكندرية، يبقى الإسكندرية مبتدأ، مبتدأ مؤخر طبعا. طيب أي اسم بعد ربّ يعرب مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، مثال رب ملوم لا ذنب له، فكلمة ملوم هنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، رب ملومة. ماشي. طيب كلمة طوبة تعرب مبتدأ وخبرها جار ومجرور، طوبى للمحسنين، فكلمة طوبى هنا مبتدأ وللمحسنين جار ومجرور خبر طوبى. كلمة لعمري اللام هنا بنسموها لام الابتداء، وعمري تعرب مبتدأ، يعني كلمة لعمري ديت لام، دي اسمها لام ابتداء مش لام جحود ولا حاجة. والعمري، وعمري ديت بتسمى مبتدأ. أي اسم بعد حبذا ولا حبذا برضك يعرب مبتدأ مؤخر، نقول حبذا الدين، فالدين هنا مبتدأ مؤخر، وطبعا حبذا، حب وذا لها إعراب. أي اسم يكون منصوبا بعد أفعل التفضيل يعرب تمييز، يعني لو جالي اسم بعد أي كلمة على وزن أفعل وكانت الكلمة دي منصوبة تعرب تمييز، هذا الطالب أكثر علما، كلمة علما أتت بعد أفعل أكثر فتعرب تمييز. أي نكرة منصوب، أي اسم نكرة منصوب بعد نعمة وبئس ولا سيما يعرب تمييز. ماشي. أي اسم نكرة، نعم عملا الصدق، أو بئس عملا الكذب، وهكذا. كل اسم نكرة منصوب بعد كامل استفهامية يعرب تمييز أيضا، كم طالبا في المدرسة، يبقى هنا كم استفهامية، وطالبا هنا طبعا دي استفهامية بيستفهم، وكلمة طالبا هنا تمييز منصوب. بيقول لأي اسم منصوب بعد أسلوب التعجب يعرب تمييز، ما أعظم محمد نبيا، يبقى أتت بعد ما أعظم التعجبية، كلمة منصوبة تعرب كما قلنا تمييز. أي اسم منصوب بعد حاجة تدل على كيل أو وزن أو مساحة أو عدد برضو تمييز، اشتريت فدانا، في فدان دي تدل على مساحة، قمحا فده تمييز، بعت أقة شعيرا، ها برضو وزن، يبقى كلمة تمييز، اشتريت طنا زيتا، ها قابلت 11 طالبا بعد عدد، يبقى كل ده تمييز، طالبا وشعيرا وقمحا. أي اسم بعد صيغة كفى به وهو منصوب تمييزا، يعني كفى بالله شهيدا، فكلمة شهيدا هنا تمييز منصوب. نأتي إلى نوع آخر من الإعراب وتساعدنا على الإعراب. أي اسم معرف بأل بعد اسم إشارة، يعني عندي اسم معرف بأل وقبلها اسم إشارة، بيعرب بدل مطابق، ومطابق آسف، نقول هذا الرجل، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، الرجل بدل مطابق مرفوع بالضمة، اسم معرف بأل جي بعد اسم الإشارة بدل مطابق. طيب لو عندي اسم بعد اللقب بيعرب بدل، يعني أجيب اللقب وبعدين الاسم فالاسم يعرب بدل، الفاروق عمر، فعمر دي بدل من الفاروق. طيب لو عكسنا وجبنا الاسم الأول، أي لقب، أي لقب بعد اسم يعرب صفة، يعني عمر الفاروق، فالفاروق هنا صفة، يعني لو عكسنا جبنا اللقب بعد الاسم. طيب الكلمات اللي هي قدامي دي، نفس وعين وجميع وكل وكلا وكلتا، مضاف إليها ضمير بتعرب توكيد معنوي، جاء الرجلان كلاهما، كلاهما ما هنا جاء الرجل نفسه، جاء فعل ماضي والرجل فاعل، ونفسه هنا متصل بها ضمير، يبقى تتعرب توكيد معنوي، توكيد معنوي، والهاء ديت بتتعرب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وطبعا ده المؤكد وده التوكيد المعنوي، وهكذا على باقي الكلمات. إذا لم يتصل بها ضمير تعرب حسب موقعها في الجملة، فلو قلت مثلا جاء كل الرجال، هنا كل ما فيهاش ضمير فتعرب حسب موقعها في الجملة، ممكن فاعل مفعول، جاء فعل ماضي وكل فاعل مرفوع والرجال مضاف إليه. في كلمات جميعا ومعا وبدلا بتعرب حال دايما، أي كلمة بتشوفها في القطعة جميعا معا بدلا بتعرب حال. أي ضمير يتصل بإن وأخواتها، اسم إن ضمير مبني في محل نصب، يعني الضمير اللي بيتصل بإنه يبقى ده ها ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. طيب أي ضمير متصل بكان وأخواتها برضك اسم كان، يعني بيقولوا ضمير مبني في محل رفع اسم كان. ماشي. التاء هنا كنت، فالتاء هنا
ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. أي اسم منصوب بعد كان وأخواتها؟ خبر كان منصوب. كن جميلا، هنا كن فعل أمر من كان وجاء بعدها اسم منصوب، يعرب خبر كان منصوب. يقول لي أي اسم بعد أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة؟ يعرب فاعل. لفعل محذوف، قول الله عز وجل إذا السماء انشقت. هنا عندي هنا إذا حرف شرط، جي بعدها اسم هوت، والاسم دوت يعرب فاعل، لأن في فعل محذوف هنا تقديره إذا انشقت السماء انشقت. هذا، وإلى لقاء آخر مع حلقة قادمة من مفاتيح الإعراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.